السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وبكل صحة وسلامة وعافية. في الفيديو هذا سنقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت AFC الجديدة الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 في آسيا، لأنها اشترت مؤخرا حقوق نقل مباريات تصفيات كأس العالم المقامة في آسيا، طبعا في المجموعات، لأنه كانت قناة SSC هي التي تنقل المباريات. الآن سينقلب الموضوع وستبقى المباريات هذه ستجدونها على قناة بي ان سبورت المشفرة، حتى لا تقولون أنني أخدعكم. ترددها على قمر النايل سات، طبعا تردد قناة بي ان سبورت AFC الجديدة الناقلة لتصفية كأس العالم آسيا 2022. لكن قبل ما ندخل في التفاصيل، اعملوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وشكرا لكم على الدعم المتواصل للقناة. بالنسبة للتردد يا شباب، على القمر نايل سات تردد هذه القناة 12064، الاستقطاب افقي اتش، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6. وبقية الترددات تجدونها في كل الاقمار في هذه اللائحة يا شباب. وشكرا لكم على متابعة هذا الفيديو، شاركونا اراءكم في قسم التعليقات. جزاكم الله كل خير، سلام عليكم.